مشاهدينا متابعينا في كل مكان من كابينة التعليق، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض، ويسرنا بأن نلتقي مع متعة كرة القدم ومباراة أخرى. لا نستعرض تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة اليوم. الفريق راح يستخدم هذه الخطة الأربعة ثلاثة ثلاثة التقليدية، وليعتمد تسديدة من سواريز. الحارس يحمي مرماه ويمسك بالكرة. تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. تلعب إلى سانشيز الموجود في وسط البوك. ليونيل ميسي. فيليبي كوتينيو. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. أنطوني مارسيال. وصلت الكرة لحارس المرمى خلف المدافعين. الهدف الأول في المباراة، هدف في الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية. تراقب لويس سواريز. ليونيل ميسي. فيليب كوتينيو. حكم يطبق مبدأ إتاحة الفرصة. حكم يحتسب خطأ ويحتسب الكرت الأصفر في اللحظات الأولى. شوف الرسالة الآن لكل اللاعبين. صارم جدا هذا الحكم، كرت أصفر من بداية اللقاء. واضح أن الحكم ما عنده وقت، ما يتفاهم. لويس سواريز. أوهو، أي مباراة، بداية من نار، بداية قوية. التعادل يأتي، هدف هنا وهدف هنا، منافسة كبيرة، ندية وإثارة. نتمنى بأن تستمر المباراة بهذه الصورة. هجمة لمانشستر يونايتد. مارسيال. يا رباه، معزوفة سيمفونية، طرب وأقدام من ذهب. الله على الهدف. شوف الكرة العالية، شوف وين أرسلها، في التسعين، في التسعين. الله على هذه الكرة. برشلونة يتأخر في النتيجة. أليكسيس سانشيز. لوكاكو. كرة بتضيع، نقلة كانت خاطئة في تمرير الكرة. أندري هيريرا. لوك شاو. مارسيال. عرضية تجد طريقها إلى يد الحارس. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. لويس سواريز. مخالفة الآن، واللاعب عنده بطاقة صفراء سابقة. إيمانيا ماتيتش. لوك شاو. حلوة الكرة إلى الطرف. عمل جيد في قطع الكرة. إرسال الكرة إلى ليونيل ميسي. كرة بتتخلص من المنطقة. الكرة بالخطأ تنتقل إلى الخصم. مارسيال. عرضية ممتازة بقبضة حارس المرمى، يخرج الكرة بعيدا. ليونيل ميسي يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم. فشل الفريق في تحضير اللعب، وكرة مقطوعة ايضا. لوك شاو. بيرسل الكرة. هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة. فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي. حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا، لأن الوقت ما زال كافي للعودة.
كريس سمولينج، إريك بايلي، إيمانيا ماتيتش. تمريرة باتجاه الجناح، توقع جيد في قطع الكرة. فيليبي كوتينيو، كرة بينية، فرصة كبيرة للتسجيل. آخر من لمس الكرة كان المدافع، وبالتالي ضربة ركنية. اختار بأن يمررها إلى زميله، يرسل الكرة في الخلف. رمية تماس للمانيو، أنطونيو فالنسيا، سانشيز، وينطلق بالكرة في الأمام. أوهو، ممكن يلعب لك كرة عرضية الآن. لويس سواريز، ديمبيلي، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي، تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. روميلو لوكاكو، فرصة متاحة للتسجيل. يا رب، تصدي خيالي. ركنية لصالح اليونايتد. لم تأتي بأي جديد في الملعب، تلعب إلى سانشيز الموجود في وسط البوك. لم تنجح محاولة إبعاد الكرة. ليونيل ميسي، تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. فيليبي كوتينيو، تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. أنطونيو فالنسيا، احتراز الكرة، تبتعد الكرة الآن عن الجميع. فرصة لكرة مرتدة سريعة. سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. الشوط الأول ينتهي.